احنا ما درناش واش دار هو. على كل حال هو دار شيء ضخم وعظيم وقعد دوك حنا مثلا حاولنا. هو مثلا ما عندوش سكتشات, ما عندوش, وما عنده غير افلام كي تسمعها مثلا مائية. البيرسوناج كان لوساج. ما تقدرش ما تستناش من الشيخ عريوات يجيك يمثل, تستنى من الشخصيه القيمه تاعها. لو انسان يفوت 30 سنه ما يبانش ومن بعد يجيك هنا يبدا تبان لك انورمال. وعنده خوف باسكو كاين جمهور جديد عليه, مثلا الجمهور اللي خلاه في التسعينات ماشي الجمهور اللي راهو دركا. عنده ولاد ولاده وطفيله بنته راهي كبيره الله يبارك دركا. مي كي كنا نسجلوا في كرنفال في دشرة الطفله كانت في عمرها يا ربي 3 سنوات. دوك خديجه الله يبارك راهي بولادها وعنده ولاده زكي وعنده ولاده نينو وعنده ولاد يعني. بصح هو اللي ماهوش باغي يمثل ولا لا؟ مش هو مش باغي يمثل ولا سنوات لا. الاشهار لانه صرا فيه مشكله. صحيح. فقال لي خلاص انا نظن اعتزل. انا نظن ماشي هو اللي ماشي باغي يمثل, انا نظن الدوله اللي مش حبته يمثل. باش نكونوا صراحه, لانه الدوله استقبلوا وزير ثقافه سابق. بصح هو راه الفيلم وقالوا مشكله تاع مونتاج ولا كان 45 دقيقه راح تبطل. بالك ماشي بالك ما انا ما نقدرش نقول لك واش اسمه هو يقدر يتكلم على الفيلم. ما تقدرش تتكلم في بلاصتو, ولكن على حساب واش راني نشوف. لو كان حبوا يديروه راهم داروه.